اتنين لما باجي اتفرج عليهم في كرة القدم ما بيغزونيش ابدا، بيقولوا يا عليلو هنفرحك هنفرحك. هما اتنين المنتخب الجزائري وكريستيانو رونالدو، الاتنين دول عمرهم ما بيخذلوني. النهارده لما تيجي تتفرج على كريستيانو رونالدو، النهارده رونالدو كان بيلاعب على المنتخب الفرنسي. ولكن قبل ما نخش في تفاصيل والخص لك الماتش كله في دقيقتين، ما تنساش لو وصلك هذا الفيديو انك تعمل لنا لايك من هنا ناو، وتسيب لنا رايك تحت في كومنت، ولو عايز تشترك في القناه اشترك عشان اليوتيوب تقريبا يعني حالف طلاق ثلاثه لما يوصل فيديوهاتي خالص. بدايه الماتش يا اخي الكريم وانا حاطط ايدي على قلبي، لقيت المنتخب الفرنسي بيهجم كده واخد بالك، والواد اللي اسمه مبابي جات له هجمه واخد بالك، والحمد لله ان هو ضيعها. انا ولا بشجع المنتخب الفرنسي ولا نيله ولا حتى البرتغال، بتفرج على الماتش عشان خاطر مين؟ كريستيانو رونالدو. ولو في حد بيتفرج على الفيديو ده ومن محبين كريستيانو رونالدو يقول انا يا جماعه عاشق لكريستيانو رونالدو، وضد ان اي حد يقول لك منتهي ومش منتهي ومتخاذل ومتنيل ونيله وبتاع. لا يا سيدي، اتفرج النهارده على الدون 36 سنه، الدون يا ده الماتش اللي فات عمل سبرنت بسرعه 32 كيلو بسرعه عربيه فيات وعربيه كوندور اللي هي العربيه الجزائريه، بيجري بسرعه العربيات. ولكن النهارده الحمد لله يعني الحكم اللي هو اي حد يخش ال 18 ومصفر وعمال يوزع ضربات جزاء، ثلاث ضربات جزاء النهارده، ولكن اول ضربه جزاء حسبها لكريستيانو رونالدو. ولكن في حاجه عايز اقول لك على ضربه الجزاء اللي هي اتحسبت في لكريستيانو رونالدو. لما تيجي تشوف الجون الحارس المرمى لما طلع بايده كده، هو دايما لما نتفرج على الدوريات العربيه او المنتخبات او الكلام ده كله، حارس المرمى لو طلع وضرب اللعيب بالسكينه في قلبه واخد بالك، ضربه بالرجل كده فجر له الطحال، بتتحسب دايما فاول لحارس المرمى. دايما يقول لك حارس المرمى اصل محمي، اصل عنده حصانه. حارس المرمى لو بيبيع مخدرات على منطقه الجزاء برضه هيتحسب له فاول لصالحه. ولكن النهارده كانت جديده ان الحكم اخيرا يعني تجرأ وحسب ضرب الجزاء لكريستيانو رونالدو وحطها كريستيانو رونالدو، والحكم قال لك مش هنزعل طبعا كريم بنزيما لان الاثنين بيلعبوا كانوا بيلعبوا في ريال مدريد وبتاع، فنحسب برضه ضرب الجزاء لابو ابراهيم. وخلص الشوط الاول 1-1 واللعيبه طالعين فرحانين وكريستيانو رونالدو بيقول له انت حطيت ضرب الجزاء وانا حطيت ضرب الجزاء ومش عارفين ومتعادلين، وقلعوا التيشيرتات لبعض. وانا كنت مبسوط، انا كنت مبسوط لحد ما جه الشوط الثاني لسه بينزلوا، اتفاجئ الاقي كريم بنزيما بيجيب جون، قلنا اوفسايد. لكن الحكم بسم الله ما شاء الله ما عرفش حسابها ازاي، قال لك كريم بنزيما كتفه ورا ومش عارف كتف مين قدامه ومش عارف ايه وبتاع، واتحسبت الحمد لله. ولكن لما تيجي تتفرج بقى على كانتي النهارده ما كانش في الفورم قوي، كان في واد اسمه سانشيز رقم 16 بتاع البرتغال، ما تفهمش بقى واخد وش كانتي ولا ايه، الواد قايم بالدور جامد قوي، واخد نص الملعب رايح جاي بسم الله ما شاء الله، ما فيش كور. الواد جوتا ما لعبش كور كتير، كريستيانو رونالدو كان بيعمل يا عيني اسبرنتات وكان بيحرق بنزين ويجري على الفاضي وبتاع. ده انا تعبت والله العظيم تعبت من امتع الماتشات اللي اتفرجت عليها في اليورو، هو الماتش النهارده الحمد لله. ويعني حزنت طبعا ان البرتغال هتقابل بلجيكا، والحمد لله ان المانيا لبست في انجلترا، وفرنسا بنت المحظوظه هتقابل سويسرا. ولكن لما تيجي تتكلم على كريستيانو رونالدو لما دخل فيهم الجون الاول بتاع كريم بنزيما عمل لهم بايده كده، قال لهم اهدوا ان شاء الله الفوز جاي وان شاء الله الخير جاي. 36 سنه وبيتعادل مع الهداف التاريخي للمنتخبات اللي هو اسمه الايراني علي دائي ده، انا ما اعرفوش، انا ما اعرفش مين علي دائي ده، ولكن انا ما اعرفش غير كريستيانو رونالدو. النهارده كريستيانو رونالدو بيتعادل والهداف التاريخي لبطوله اليورو وهداف اليورو نفسها بخمس اهداف، جايب خمس تجوان يا جماعه. النهارده تحس ان الهجوم الفرنسي في الانعاش، اه والله واخد بنج خالص. الواد اللي اسمه كريزمان ده كل ما يشوط كوره الاقي شوطه بتوصل لمباراه المانيا والمجر، دايما يشوط الكور بره خالص كده. وان شاء الله المدرب بتاع فرنسا باذن الله يعني هيخليه في اوضه اللبس يلم التيشيرتات بتاعت اللعيبه واخد بالك، وموديها المغسله واغسلها، هو ده تمام. ما عملش اي حاجه النهارده كريزمان عكس الماتش بتاع المجر، هو جاب الجون التعادل امام المجر. هوبا وكريم بنزيما كانوا من افضل اللعيبه اللي كانت بتلعب في المنتخب الفرنسي، النهارده كانوا عاملين ماتش حلو يعني. الشوطه بتاعت بوجبا يعني اللي قلما اما اشوف حارس مرمى برتغالي يتعلق كده، شال تسديده بسم الله ما شاء الله، انا كنت حاسس ان هي رشقه في المقص ولكن الحارس شالها الحمد لله. على الصعيد الثاني بقى تحس ان الواد اللي اسمه جوتا وهبالك ما اعرفش يعني، تحس كده انه بيلعب بمزاج، شويه في الماتش يلعب حلو وشويه تحس ان هو تايه. برناردو سيرفا بسم الله ما شاء الله ابتسامته حلوه امام الكاميرا ولكن كان بيقاتل وكل حاجه. برونو فرنانديز لما نزل بسم الله ما شاء الله كان عايز يلبسنا ضرب الجزاء. الواد كومان اللي هو بتاع المنتخب الفرنسي اللي برضه لما نزل حرك الجو شويه كومان. كانتي النهارده تحس انه محسود، محسود حبتين. كانتي ما كانش بيهجم قوي، كان في الدفاع شويه، ما شفتوش على عكس الواد اللي اسمه سانشيز رقم 16 بتاع المنتخب البرتغالي، الواد كان مكنه والله العظيم كان نحله. اخيرا يا جماعه انا استمتعت جدا بالماتش النهارده وكنت مبسوط قوي، وكلما لما ابقى مبسوط بسم الله ما شاء الله يعني عليا، كنت قاعد كده عمال ابص على الواد
عمال اقول يا رب الوقت ما يخلص اهو، كاني بتفرج على فيلم سينما، وانا اكيد في ناس كانت زيي كانت عماله تبص على طول يا رب الوقت ما يخلص، وفي نفس الوقت يا رب ما فرنسا تجيب جون. ولكن انا عايز اقول حاجه لكريستيانو رونالدو، ايه على العظمه دي، ايه على الحلاوه دي، اه والله ايه الجمال ده، والله الواد كريستيانو رونالدو ده يستحق ان هو يلعب لحد 50 سنه، اه والله تستحق فعلا ان انت تتجوز جورجيني، جميله الجمالات. كسبت انت بقى بره الملعب وجوه الملعب، بره الملعب بتجيب جوان مع جورجينيا، وجوه الملعب عمال تجيب اهداف، وهبالك خلاص عديت بلاتيني الهداف التاريخي لليورو بتاع اوروبا، وهبالك وان شاء الله هتعدي علي الدائي الايراني دوت، وهتبقى الهداف التاريخي للمنتخبات، وعمال تكسر ارقام وتكسر مش عارف ايه وتكسر قلوبنا. اه والله كل ما حد يقعد يقول لي خلاص قربت استمتع برونالدو، فاضل ايام بسيطه ويعتزل ومش عارف ايه، انا اتمنى من الله ان رونالدو ما يعتزلش خالص، وهبالك ما حدش يكلمني بقى عن كوبا امريكا اللي تحس ان هي ايه الارجنتين وكولومبيا والبرازيل ومش عارف ايه، تحس ان هم بيلعبوا في عزا، او مفيش جمهور مفيش روح، الفار يجي يبص لك على الفار يرد لك عليها بعد نص ساعه بعد الماتش ما ينتهي وبتاع، امكانيات محدوده، تحس ان هم افقر من قاره افريقيا. فانا ما بتفرجش على كوبا امريكا عشان ما اكذبش عليك يعني، لكن النهارده استمتعت جدا بالماتش دوت، واتمنى من الله ان الدون يفضل مكمل في هذه البطوله. مين فيكم بيحب رونالدو زيي؟